أعزائي المشاهدين، أرحب بكم مجدداً في برنامجنا المجلة اليهودية. في حلقة اليوم سوف نذهب إلى نموذج من نماذج القصص الموجودة في المصادر اليهودية. هذا النموذج موجود في التلمود، في أحد فصول التلمود المعروف اسم شبات 31 ألف. القصة التي سوف نتحدث عنها اليوم مشهورة في المصادر ومشهورة كثيرا في المقالات بعنوان تعلم التوراة على قدم واحدة. في الحقيقة أحد أساسيات التعليم الموجودة عند اليهود هو التعليم الأخلاقي أو القيمي أو السلوكي. القصص الموجودة في المدراش بشكل عام أحياناً تهدف إلى توصيل رسالة ما أو تعليم المتعلم أو الطالب شيئاً جديداً، وليس بالضرورة تعبر عن حقيقة جرت بالواقع. فالنص اللي موجود بين إيدينا اليوم المشهور باسم شبات 31 ألف، هذا النص يتحدث عن مسألتين. أولاً موضوع أهمية أن يتمتع الإنسان بالصبر، فهو يحتوي على سلسلة من القصص. مجموعة الأولى تتحدث عن شخص أراد أن يستفز أحد أشهر العلماء اليهود في القرن الأول ويسمى هليل. هليل هو بكل بساطة شخص يعتبر أحد أبرز العلماء المرحلة القرن الأول الميلادي أو بنهاية القرن الأول قبل الميلاد، وكان يتمتع بالحكمة والصبر والهدوء، ولهذا يشدد دائما الحكماء اليهود على أنه من الضروري أن يكون هذا الشخص قدوة. تتحدث عن كيف أن شخصا راهن بمبلغ من المال بأنه قادر أن يستفز هلال للغضب، وهذا الشخص فشل في الاستفزاز فعلا في النهاية واعترف بذلك. والمجموعة الثانية هي التي ستكون محور اليوم. المجموعة الثانية تتحدث عن أن كيف كان موقف هليل متسامح من الأشخاص غير اليهود الذين أرادوا أن يتعرفوا على اليهودية. عاش هليل بفترة كان فيها تشنج ورؤى مختلفة بين المدارس، الأولى مدرسة شماي والثانية مدرسة هليل، وهو مثل المدرسة متساهلة نسبيا بالمقارنة مع الأولى. فلدينا ثلاثة قصص تتحدث عن ثلاثة أشخاص، كل واحد قام بزيارة، الأولى لشماي المحافظ والثاني لهليل المتساهل. طالب كل شخص منهم أن يصبح يهوديا لأسباب مختلفة. سوف نجد هنا الطرافة في السلوك الذي قام به كل من شماي وهليل. القصة الأولى تقول بأني أتى شخص وقال له أني إلى شماي وقال له أني يريد أن يتعلم أن يصبح يهوديا. فوجه السؤال إلى شماي وقال له كم توراة لديكم؟ فقال له لدينا التوراة الشفوية ولدينا التوراة المكتوبة. فقال الأممي أني طيب أنا أؤمن بكلامك بصحة التوراة المكتوبة، ولكن بخصوص التوراة الشفوية أنا غير مقتنع، يعني لا أقبل هذا الكلام. فقال إني أنا مستعد أن أصبح يهوديا بشرط فقط أن أتعلم التوراة المكتوبة وأرفض الشفوية. فشماي متشدد فكان غاضب وبخوة طرده من المكان. الطريف تقول قصة أني ذهب إلى هليل. طيب عندما ذهب إلى هليل ماذا قام؟ هليل سمع منه هذا الشرط فوافق وقال تعالى سأبدأ أعلمك اللغة العبرية. ففي اليوم الأول قام بتعليم أربع أحرف الأولى الألف بيد جيمال دالت، وفي اليوم التالي أعاد التعليم ولكن بشكل مقلوب دالت جيمال بيت ألف. فالشاب أو السائل قال إني أنت البارحة علمتني بطريقة مختلفة عن اليوم. فرد عليه طيب هل ترى
أنه من غير الممكن أن تتعلم بدون إرشاد، بدون كلام شفوي. فإذا لو بدك تقبل الكلام المكتوب فأنت تحتاج إلى الكلام الشفوي. تقول طبعا القصة أن هذا الرجل اقتنع في صحة الكلام وغير الكلام. ننتقل إلى قصة ثانية، وهي قصة بمناسبة جدا شهيرة، يعني لو أي شخص يذهب إلى الإنترنت ويكتب تعلم التوراة على قدم واحدة سوف يجد عشرات المقالات تطلب في هذه القصة. القصة لها قيمة كبيرة لأنها تعبر عن اتجاه موجود من الضروري الانفتاح على الآخر والتسامح والقبول الآخر. يقول إني إجا شخص أممي من غير اليهود فقال إلى الحبر المتشدد شماي أني أنا أريد أن أصبح يهوديا ولكن عندي شرط واحد، أن تعلمني كامل التوراة وعلى قدم واحدة. كيف يكون أن يتعلم كامل التوراة على قدم واحدة؟ فشماي كان بيده عصا، كان يعمل في نجارة وكان لديه عصا، فقام بدفعه بالعصا بعيدا. فذهب هذا الرجل مرة أخرى وقال أني أريد أن أجرب حظي مع حليل المتسامح. فهنا لدينا النص هذا الشهير في كثير من المقالات، مئات المقالات عن هذه النقطة. فقال هلال طبعا بإمكانك أن تتعلم توراة على قدم واحدة، ما تكره لنفسك لا تعمله للآخرين، وهذا هو كل التوراة والباقي تفسير، اذهب وتعلم. هاي القصة اللي نحن بين إيدينا هي بتجسد اتجاه موجود عند هذا الشخص اللي اسمه هلال لينفتح الآخرين ويقبل الآخرين. آخر القصص اللي بين إيدينا هي اللي بتظهر اختلاف السلوكيات. القصة الثالثة تقول إن في شخص كان غير أممي مر قريبا من أحد المدارس الدينية بيتها مدراش، وهناك سمع المعلم يتكلم من سفر الخروج، وهذه هي الثياب التي يصنعونها، صدارة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة. ففكر أني هالكلام بخص، يعني هذا اللباس الفاخر بخص من؟ فسمح لنفسه ودخل سأل المعلم من، يعني لمن هذا اللباس؟ فقال هذا لباس الكاهن الأعلى. ففكر في نفسه، إذن أنا لو أصبحت يهوديا فممكن أكون الكاهن الأعلى. فذهب إلى شمي وقال له يا شمي أنا أريد أن أصبح يهوديا ولكن عندي شرط واحد، أن أصبح كاهنا أعلى. فمن الطبيعي أن يكون رد وأن يطرد من هذا المكان. صديقنا هليل كان بين قوسين أكثر مكرا أو أكثر حنكة. ماذا ذهب؟ ذهب إلى هليل هذا الرجل وحط نفس الشرط، قال أريد أن أصبح يهوديا بشرط أن أصبح كاهنا أعلى. فقال له تفضل أصبح يهوديا ولكن أنت تريد أن تصبح كاهنا أعلى. الشخص لو كان ملك هل يستطيع أن يحكم بدون أن يتعلم فنون الحكم؟ هل يستطيع أن يحكم بدون أن يتعلم البروتوكولات والقواعد الحكم؟ فقال إذن أنت أصبحت الآن يهوديا، اذهب وتعلم فنون الحكم حتى تكون مؤهلا لأن تكون كاهنا أعلى. فيقال أن هذا الرجل أثناء دراسته اكتشف أن في سفر العدد بينبه الناس على عدم الاقتراب من مسكن الرب وبيحرم بشكل قاطع كان من كان، وإذا خارج وقت الاحتفال فيقتل. فاستغرب هذا الرجل فذهب إلى يعني سأل هلال أني طيب عمين هالكلام ينطبق؟ فرد عليه أني هذا الكلام أن لا تقترب من مسكن الرب على كل شخص حتى لو كان داود ملك إسرائيل. فهذا بعد ما تعلم فقام باستنتاج إذا كان هذا الأمر محرم على كل شخص يهودي حتى لو كان ملك داود، والله حكى عن شعب إسرائيل قال إسرائيل ابني البكر الذي ابني بكر. فإذا إذا كان الله يتحدث عن هؤلاء الناس بهذا الحسم، فهل أنا الشخص الغريب اللي اهتديت حديثا أصبحت يعني يهوديا ممكن أن أكون كاهنا أعلى؟ فأدرك استحالة هذا الموضوع. ثلاث قصص في الحقيقة نحن منشوف ثلاث قصص نحن بين إيدينا منشوفها. إذا نقارن بالقواعد والتشريعات اليهودية موقف هلال خاطئ أكيد، لا يجوز له أن يقبل بهذه البساطة الناس، لأنه أحد الشروط أن يقبل التوراة كاملا
أن يخضع لموضوع الغطس بالماء، أن يخضع لفترة التعليم، فإذا هو موقفه غير تشريع، بمعنى لا ينطبق أبدا على الشريعة. وربما البعض الباحثين المختصين في التاريخ التلمودي يقول أني أكيد جزء كثير من القصص غير صحيحة، بمعنى أن نحن ليس لدينا قصة صحيحة. صحيح شخصية هلال شخصية تاريخية، ولكن من المستبعد أن كل تفصيل يعبر عن حدث حقيقي. القصة اللي موجودة بين إيدينا فقط تظهرنا نقطة، أن يوجد نزعة عند بعض الحكماء اليهود قديما للانفتاح على الآخر وقبول الآخر، ربما ليس بهذا الشكل التبسيط، لأنه أكيد هو موقفه غير صحيح تشريعي أبدا ولا يمكن أن يقبل به. ولكن حتى ندرك أن اليهودية حتى في التعامل مع الآخر وموضوع الاعتناق هي تقبل التعدد في الآراء، فهذا رأي فقهي تم إيجاده، رغم أنه لا يطبق حاليا ولا يطبق في الماضي بالمناسبة، ولكن حتى يظهرنا أن يوجد تنوع ما فقهي. فنحن اللي قصة اليوم منشوف منا درس هام جدا، أني ما ننظر لليهودية فقط على أن هي تشريع واحد وقواعد واحد، يوجد تعقيد كبير في التشريعات. عنا حتى هذا النص اللي بنعتقده هو نص خطير التلمود يظهرنا تعدد في قراءات المحتملة لقبول الاعتناق اليهودي. فحلقة اليوم تنتهي بمسألة أني علينا أن نتجاوز الصورة الواحدية عن أي فكر، وأني نعتقد اليهودية صورة واحدة ولكن هي متنوعة ومعقدة، ويوجد فيها جدل داخلي كبير بخصوص كل المسائل بما فيها العلاقة مع الآخر. نشكركم على اللقاء في الحلقة القادمة.